يومئذ
إنه لا يحب الكافرين. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا من ضعف
يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء Help!